24 من يوليو من عام 1951 تم اغتيال الملك عبد الله الأول بن حسين بن علي الهاشمي، وهو أول ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بتأسيس المملكة عقب الثورة العربية الكبرى التي قامت ضد الدولة العثمانية، وقام بتأسيس وتطوير إمارة شرق الأردن ليتم تشكيل أول حكومة أردنية. اهتم الملك أيضا بتطوير مجالات التعليم والصحة والزراعة، كما تم تحويل إمارة الأردن إلى مملكة بعد حصولها على الاستقلال. ولد الملك بمكة المكرمة بالسعودية وتوفي بالقدس، وذلك أثناء زيارته للمسجد الأقصى بفلسطين، حيث قام الفلسطيني مصطفى شكري عشي بإطلاق 3 رصاصات نحو رأسه وصدره، وقد تم توجيه أصابع الاتهام نحو 10 أفراد، وذلك لمشاركتهم في التخطيط لعملية الاغتيال، وتمت محاكمتهم في مدينة عمان الأردنية. وتوفي مؤسس المملكة الهاشمية عبد الله الأول عن عمر يناهز 69 عام.